بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد نلتقي مع الجزء الرابع وبه 14 فصلا. يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، الفصل رقم 25 عقر دار الإسلام بالشام، الحديث رقم 715 عن كثير ابن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام يسوق الله إليها صفوته من عباده، ولا ينزع إليها إلا مرحوم، ولا يرغب عنها إلا مفتون، وعليها عين الله تعالى من أول يوم الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالطل والمطر، فإن أعجزهم المال لم يعجزهم الخبز والماء. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 716 عن شريح ابن عبيد أن معاوية سأل كعبا عن حمص ودمشق فقال: دمشق معقل المسلمين من الروم ومربط ثور فيها أفضل من دار عظيمة بحمص، ومن أراد النجاة من الدجال فنهر أبي فطرس، وإن أردت منزل الخلفاء فعليك بدمشق، وإن أردت الجهد والجهاد فعليك بحمص. إسناده ضعيف. الحديث رقم 716 قال صفوان: وأخبرني أبو الزاهري عن كعب قال: معقل المسلمين من الملاحم دمشق، ومن الدجال نهر أبي فطرس، ومن يأجوج ومأجوج الطور. إسناده ضعيف. الحديث 718 عن مطر مولى أم حكيم عن كعب قال: أغلتكم فتنة كقطع الليل المظلم، لا يبقى بيت من بيوت المسلمين بين المشرق والمغرب إلا دخلته، قيل فيما يخلص منها أحد؟ قال: يخلص منها من استظل بظل لبنان فيما بينه وبين البحر، فهو أسلم الناس من تلك الفتنة. قال: فإذا كان 122 سنة احترقت داري هذه فاحترقت داره حينئذ. إسناده جيد. الحديث رقم 719 عن ضمرة ابن حبيب قال: أنجى الناس من الفتن الصليم أهل الساحل وأهل الحجاز. إسناده حسن. الحديث رقم 720 عن أبي الزاهري عن كثير ابن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن عقر الإسلام بالشام، ورددها ثلاثا يسوق الله إليها صفوته من عباده، لا ينزع إليها راغبا فيها إلا مرحوم، ولا ينزع عنها راغبا عنها إلا مفتون، وعليها عين الله تعالى من أول يوم من الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالطل والمطر، وإن عجز أهلها المال لم يعجزهم الخبز والماء. إسناده ضعيف جدا. قال أبو الزاهري في كتاب الله تعالى: أن تخرب الأرض قبل الشام 40 عاما فلا يكون رعد ولا برق في سواها، وحتى يستوسع لمن يحشر إليها كما يستوسع الرحم للولد. الحديث 721 عن شريح ابن عبيد عن كعب قال: أحب القدس إلى الله جبل نابلس، ليأتين على الناس زمان يتماسحونه بالحبال بينهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 722 عن المقدام ابن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 723
عن عبد الرحمن ابن جنيد عن أبيه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: معقل المسلمين من الملاحم مدينة يقال لها دمشق، أرض يقال لها الغوطة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 724 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي، إن ظهر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، وأشقى الناس فيها كل خطيب مصقع أو راكب موضع، لا يخلص من شرها إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغرق في البحر. راجع سند الحديث 368. الحديث 725 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ذلك فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر العوام. إسناده حسن. الحديث رقم 726 عن زهير الآيلي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بهم وهو يسرع بعدما أصيب بصرة فتعدى ثم قال: أين إرم؟ قال: قلت سمتك نحو الغرب على 12 ميلا. قال: فكم بيني وبين الصراط؟ قلت كذا وكذا ميلا. قال: هل لك علم بصور وقرين؟ قلت نعم أنا بهما عالم. قال: فهل إلي ابتياعهما سبيل؟ قلت لا. قال: ولما؟ قلت وقعت عند رجل لم يكن له ببلاء قومه منزل، فأصابهما من ذي قرابة له وهما بين ظهري قومه، فلن يختار عليهما منزلا. قال: ومن هو؟ قلت روح ابن زنباع. قال: فصمت. قال: قلت سألتني رحمك الله فأخبرتك، فعما ذاك؟ فقال: لكأني أنظر إلى الفساطيت في آخر الزمان كأمثال النجوم حول إرم، وإن خير منازل يومئذ وأوفقه بهم لصور وقرين. إسناده ضعيف. الحديث رقم 727 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال أو شعب الجبال أو موقع القطر، يفر بدينه من الفتن. حديث صحيح. الحديث رقم 728 عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: خير مال يومئذ فرسه وسلاحه يزول معهما حيث زال. إسناده ضعيف. الحديث رقم 729 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا على أمتي في اللبن أخوف مني عليهم في الخمر. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يحبون اللبن فيتباعدون من الجماعات ويضيعونها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 730 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. حديث صحيح. الحديث رقم 731 عن عون بن عبد الله قال: بينما رجل بمصر في فتنة ابن الزبير ينكت في الأرض، قام عليه رجل فقال له: بأي شيء تحدث نفسك أبا الدنيا؟ قال: بل أتفكر في الذي نزل بالناس.
قال: فإن الله نجاك منها بتفكرك فيها. من الذي سأل الله فلم يعطه، أو اتكل عليه فلم يكفه؟ إسناده صحيح. الحديث رقم 732 عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: خير المال يومئذ فرس صالح وسلاح صالح يزول عليه العبد أينما زال. إسناده ضعيف. الحديث رقم 733 عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبيه قال: كان يقال: من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل. إسناده جيد. الحديث رقم 734 عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه، أو رجل معتزل يؤدي حق الله تعالى عليه. حديث صحيح. الحديث رقم 735 قال معمر: وأنا ابن خثيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس في الفتن رجل يأكل من في سيفه في سبيل الله، ورجل في رأس شاهقة يأكل في رسل غنمه. حديث صحيح. الحديث رقم 736 عن عون بن عبد الله قال: ستكون أمور فمن رضيها ممن غاب عنها كان كمن شهدها، ومن كرهها ممن شهدها فهو كمن غاب عنها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 737 عن القاسم ابن عبد الرحمن أو عون ابن عبد الله قال: إن الرجل لا يشهد المعصية يعمل بها فيكرهها فيكون كمن غاب عنها، ويغيب عنها فيرضاها فيكون كمن شهدها. إسناده حسن. الحديث رقم 738 عن الربيع ابن عميلة: سمع ابن مسعود يقول: إذا رأيت المنكر فلم تستطع له غيرا فحسبك أن يعلم الله تعالى أنك تنكره بقلبك. إسناده حسن. الحديث رقم 739 عن أبي بكر ابن عياش قال: قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: من نومه؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. إسناده ضعيف. الحديث رقم 740 والأخير في هذا الفصل: قال ابن المبارك: وأنا عوفا عن رجل من أهل الكوفة أحسبه قال اسمه مسافر، عن علي قال: ينجو في ذلك الزمان كل مؤمن نومه. أما عن أول علامة تكون من علامة البربر وأهل المغرب في خروجهم، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، الفصل رقم 26 بعنوان: أول علامة تكون من علامات البربر وأهل المغرب في خروجهم. الحديث رقم 741 عن الصقر ابن رستم قال: حدثني العلاء ابن سليمان قال: سمعت أبا قبيل يقول: إذا سمعت أو إذا جئت هذا المنبر، يعني منبر مصر، فيقرأ لعبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، فأوشك أن تسمع لعبد الله: عبد الرحمن أمير المؤمنين. إسناده ضعيف. الحديث رقم 742 عن عبد السلام ابن مسلمة: سمع أبا قبيل يقول: إذا قرئ على منبر مصر من عبد الله: عبد الله أمير المؤمنين، لم يلبث إلا يسيرا حتى يقرأ من عبد الله: عبد الرحمن أمير المؤمنين،
وهو صاحب المغرب، وهو شر من ملك إسناده ضعيف. الحديث رقم 743 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال لقوم من أهل مصر: إذا أتاكم كتاب من قبل المشرق يقرأ عليكم من عبد الله، عبد الله أمير المؤمنين، فانتظروا كتابا آخر يأتيكم من المغرب يقرأ عليكم من عبد الله، عبد الرحمن أمير المؤمنين، والذي نفس حذيفة بيده لتقتتلن أنتم وهم عند القنطرة، وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا، ولتبعن المرأة العربية على درج دمشق ب25 درهما إسناده ضعيف. الحديث رقم 744 عن أبي سبأ عتبة ابن تميم التانوخي قال: الملك لبني العباس حتى يبلغكم كتاب قرئ بمصر من عبد الله، عبد الله أمير المؤمنين، فإذا كان ذلك فهو أول زوال ملكهم وانقطاع مدتهم إسناده ضعيف. الحديث رقم 745 عن إسماعيل ابن العلاء ابن محمد الكلبي عن أبيه قال: إذا قرأ كتاب أول النهار لبني العباس من عبد الله، عبد الله أمير المؤمنين، فانتظروا كتابا يقرأ عليكم من آخر النهار من عبد الله، عبد الرحمن أمير المؤمنين، إسناده ضعيف. الحديث رقم 746 حدثنا عبد الله ابن مروان عن أبيه عن كعب قال: إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين الآخرة منهم، بها افتتحوا وبها يختمون، فهو مفتاح سيف الفناء، فإذا قرئ كتاب له بالشام من عبد الله، عبد الله أمير المؤمنين، لم يلبثوا أن يبلغكم كتاب قد قرئ على منبر مصر من عبد الله، عبد الرحمن أمير المؤمنين، فإذا كان ذلك ابتدر أهل المشرق وأهل المغرب الشام كفرسي رهان، يرون أن الملك لا يتم إلا لمن ضبط الشام، كل يقول من غلب عليها فقد حوى على الملك، إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 747 عن جبير ابن نفير قال: ويل لعبد الله من عبد الله، ويل لعبد الله من عبد الرحمن، إسناده جيد. الحديث رقم 748 عن سعيد بن يزيد عن الزهري قال: إذا دخلت الرايات الصفر مصر فاجتمعوا في القنطرة، انتظروا حتى يستجيشوا أهل المشرق وأهل المغرب، ويقتتلون بها سبعا يكون بينهم من الدماء مثلما كان في جميع الفتن، ثم تكون الدورة على أهل المشرق حتى ينزلونهم الرملة، إسناده جيد. الحديث رقم 749 عن حبيب ابن صالح قال: ليخرجن رجل يقال له عبد الرحمن بأهل المغرب حتى يأتي حمص فيصعد إلى منبرها، إسناده جيد. الحديث رقم 750 والأخير في هذا الفصل حدثنا ضمرة عن أبي حسان ابن توبة قال: لا بد من أن يملك من بني العباس ثلاثة أول أساميهم عين، إسناده قوي. أما عن ما تقدم إلى الناس في خروج البربر وأهل المغرب، انتظروني بعد الفاصل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. من كتاب الفتن لنعيم بن حماد الجزء الرابع الفصل رقم 27 ما تقدم إلى الناس في خروج البربر وأهل المغرب.
الحديث رقم 751، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني من سمع رسول الوليد بن يزيد إلى قسطنطين، سمع الوليد بن يزيد يقول: إذا خرج الترك على أصحاب الرايات السود فقاتلوهم، لم تجف برادع دوابهم حتى يخرج أهل المغرب. إسناده ضعيف. الحديث رقم 752، عن عصمه بن قيس السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق، قال: فقيل له: فالمغرب؟ قال: تلك أعظم وأطم. إسناده جيد. الحديث رقم 753، عن عثمان ابن كثير وعبد القدوس وبقية، عن حريز ابن عثمان، عن الأزهري الهوزني، عن عصمه ابن قيس السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المغرب. إسناده جيد. الحديث رقم 754، عن الوليد ابن مسلم: سمع رجلا من تجيب، سمع ابن المسيب يقول: لا بد لأهل المغرب من دولة، دولة كفر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 755، عن محمد ابن كعب القرظي قال: يملك أهل المغرب وهم شر من ملك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 756، عن أبي قبيل قال: صاحب المغرب عبد الرحمن وهو شر من ملك. إسناده حسن. الحديث رقم 757، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت أديم السماء خلق أشر من بربر، ولأن أتصدقوا بعلاقة سوق في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق 100 رقبة من بربر. إسناده جيد. الحديث رقم 758، عن أبي قبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بصدقة فقالت للرسول: لا تعطي منها بربريا شيئا ولو أن تطعمه الكلاب. إسناده ضعيف. الحديث رقم 759، عن تبيع عن كعب أنه قال: الغربية هي العمياء وإن أهلها هم الجفاة العراة، لا يدينون لله دينا، يدوسون الأرض كما يدوس البقر البيدري، فتعوذوا بالله أن تدركوها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 760، عن ربيع بن سيف عن تبيع قال: صاحب المغرب عبد الرحمن بن هند طويل العثنون، على مقدمته رجل اسمه اسم شيطان، الويل لمن يقتل تحت لوائه، مصيره إلى النار. إسناده ضعيف. الحديث رقم 761، عن الصقر ابن رستم مولى مسلمة ابن عبد الملك قال: سمعت مسلمة ابن عبد الملك يقول: لا يملكن أهل المغرب حمص 16 شهرا، فكأني أنظر إليه يعقد 16. إسناده ضعيف. الحديث رقم 762، قال الصقر: وسمعت سعيد ابن مهاجر الوصابي يقول: إذا كانت فتنة المغرب فشد قبال نعلك إلى اليمن، فإن لا يحرزكم منها أرض غيرها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 763، عن عصمه ابن قيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق ثم من فتنة المغرب من صلاته. إسناده ضعيف. الحديث رقم 764، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذركم فتنة تقبل من المشرق ثم فتنة تقبل من المغرب. إسناده ضعيف.
الحديث رقم 765 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قسم الشر 70 جزءا فجعل 69 جزءا في البربر وجزءا واحدا في سائر الناس، إسناده ضعيف. الحديث رقم 766 عن بشر ابن عبد الله بن يسار قال: سمعت بعض المشايخ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء البربر خير من رجالهم، بعث فيهم نبي فقتلوه ولينه النساء فدفنه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 767 عن شبيب ابن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي وصيف بربري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوم هذا أتاهم نبي قبلي فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وشربوا مرقه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 768 عن عبد القدوس عن صفوان قال: حدثني بعض مشايخنا عمن شهد فتح حمص قال: كان الروم الذين كانوا بحمص يتخوفون البربر وتقول: ويس لقيفس من بربريس، ويس لقيفس من بربريس. قال صفوان: كانوا يسمون حمص التمرة، يقولون: ويلك يا تمرة من البربر، إسناده ضعيف. أما عن الفصل رقم 28 بعنوان: ما يكون من فساد البربر وقتالهم في أرض الشام ومصر، ومن يقاتلهم ومنتهى خروجهم، وما يجري على أيديهم من سوء سيرتهم، انتظروني بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الفتن لنعيم ابن حماد، الجزء الرابع، الفصل رقم 28: ما يكون من فساد البربر وقتالهم في أرض الشام ومصر، ومن يقاتلهم ومنتهى خروجهم، وما يجري على أيديهم من سوء سيرتهم. الحديث رقم 769 عن عبد السلام ابن مسلمة: سمع أبا قبيل يقول: إن صاحب المغرب وبني مروان وقضاعة تجتمع على الرايات السود في بطن الشام، إسناده جيد. الحديث رقم 770 عن القاسم ابن محمد عن حذيفة أنه قال لأهل مصر: إذا جاءكم عبد الله ابن عبد الرحمن من المغرب اقتتلتم أنتم وهم عند القنطرة، فيكون بينكم 70,000 من القتلى، وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا، ولتباعن المرأة العربية على درج دمشق 25 درهم، ثم يدخلون أرض حمص فيقيمون 18 شهرا يقتسمون فيها الأموال ويقتلون فيها الذكر والأنثى، ثم يخرج عليهم رجل شر من أغلته السماء فيقتلهم فيهزمهم حتى يدخلهم أرض مصر، إسناده ضعيف. الحديث رقم 771 عن الصقر ابن رستم: سمع مسلمة ابن عبد الملك يقول: يملك أهل المغرب حمص 16 شهرا، إسناده ضعيف. الحديث رقم 772 قال الصقر: وسمعت سعيد ابن مهاجر الوصبي يقول: إذا كانت فتنة المغرب فشد قبال نعليك إلى اليمن، فإنه لا يحرزكم منها أرض غيرها، إسناده ضعيف. الحديث رقم 773 عن القاسم ابن محمد عن حذيفة قال: إذا دخل أهل المغرب أرض مصر فأقاموا فيها كذا وكذا تقتل وتزبى أهلها، فيومئذ تقوم النائحات
فباكية تبكي على استحلال فروجها، وباكية تبكي على ذلها بعد عزها، وباكية تبكي على قتل أولادها، وباكية تبكي على قتل رجالها، وباكية تبكي شوقا إلى قبورها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 774. حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني شيخ من خزاعة عن أبي وهب الكلعي قال: إذا خرج أهل المغرب فاشتد أمرهم خرجت عليهم العرب، فتجتمع العرب كلها في أرض الشام على 4 رايات: راية لقريش وما لف لفها، وراية لقيس وما لف لفها، وراية لليمن وما لف لفها، وراية لقضاعة وما لف لفها. فتقول العرب لقريش: تقدموا فقاتلوا على ملككم، أو دعوا فتقدم قريش فتقاتل فلا تصنع شيئا، ثم تقدم قيس فتقاتل فلا تصنع شيئا، ثم تقدم اليمن فلا تصنع شيئا. ثم ضرب أبو وهب منكب خالد بن زهير الكلبي ثم قال: رايتك وراية قومك البلق البقع هو يومئذ والله يظهر عليهم. قال الوليد: قضاعة يومئذ تظهر على أهل المغرب، ومنهم من يتبعه، ثم تستقبل القبائل فتقاتل أهل المشرق. إسناده ضعيف. حديث رقم 775. حدثنا الوليد قال: أخبرني شيخ عن الزهري قال: يلتقي أصحاب الرايات السود وأصحاب الرايات الصفر عند القنطرة، فيقتتلون حتى يأتون فلسطين، فيخرجوا على أهل المشرق السفياني، فإذا نزل أهل المغرب الأردن مات صاحبهم، فيفترقون 3 فرق: فرق ترجع من حيث جاءت، وفرقة تحج، وفرقة تثبت فيقاتلهم السفياني فيهزمهم فيدخلون في طاعته. إسناده ضعيف. الحديث رقم 776. عن محمد ابن الحنفية قال: يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق، فبينهم ينظرون في أعاجيبه إذا رجفت الأرض، فانقعر غربي مسجدها، ويخسف بقرية يقال لها حرستا، ثم يخرج عند ذلك السفياني فيقتلهم حتى يدخلهم مصر، ثم يرجع فيقاتل أهل الشرق حتى يردهم إلى العراق. إسناده ضعيف. الحديث رقم 777. عن أرطاه ابن المنذر عن تبيع عن كعب قال: إذا خرج البربر فنزلوا مصر كان بينهم وقعتان، وقعة بمصر ووقعة بفلسطين، وفيما بين ذلك حتى ينزلوا حمص، فويل لها منهم، فيصيبهم فيها ثلج شديد 40 ليلة، فيكاد يفنيهم، ثم يفتحونها ويدخلونها، فيخرجون منها ما بين الغربي إلى القنطرة التي في وسط السوق، ثم يرتحلون منها فينزلون ببحيرة فامية أو دونها بفرسخ، فيخرج عليهم الناس فيقتلونهم، قائدهم رجل من ولد إسماعيل، يقتلون في قرية يقال لها أم العرب، ثم يثور ثائر فيقتل الحرية ويسبي الذرية ويبقر بطون النساء ويهزم الجماعة مرتين، ثم يهلك: ولتذبحن امرأة من قريش وفيها تبقر بطون من توقر من نساء بني هاشم. إسناده حسن. الحديث رقم 778. عن سعيد بن يزيد التنوخي عن الزهري قال: إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر، فيجتمعون في قنطرة أهل مصر، فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب 7، ثم تكون الدورة على أهل المشرق حتى ينزلوا الرملة، فيقع بين أهل الشام وبين أهل المغرب شيء، فيغضب أهل المغرب فيقولون: إنا جئنا لننصركم، ثم يفعلون ما يفعلون، والله لا يخلين بينكم وبين أهل المشرق، فينهبونكم لقلة أهل الشام يومئذ في أعينهم. ثم يخرج السفياني
ويتبعه أهل الشام فيقاتل أهل المشرق، إسناده جيد. الحديث رقم 779 عن صفوان عن مشيخته قالوا: أهل حمص أشقى أهل الشام بالبربر، إسناده ضعيف. الحديث رقم 780 عن أرطأة عن تبيع عن كعب قال: أسلم أهل الشام وأسعد أجنادها بالرايات الصفر أهل دمشق، وأشقى أهل الشام وأجنادها أهل حمص، وإنهم ليغمرون الشام كما يغمر الماء القربة، إسناده حسن. الحديث رقم 781 عن ربيع القصير عن تبيع قال: والذي نفسي بيده ليخربن البربر حمص آخر عركتين، الآخرة منهما ينزعون مسامير أبواب أهلها ويكون لها واقعة بفلسطين، ثم يسيرون من حمص إلى بحيرة فاميه أو دونها بفرسخ، فيخرج عليهم خارجي فيقتلهم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 782 عن يزيد بن سندي عن كعب قال: إذا ظهر المغرب على مصر فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها لأهل الشام، ويل للجندين جند فلسطين والأردن وبلد حمص من بربر، يضربون بسيوفهم إلى بابل العطر، وصاحب المغرب رجل من كندة أعرج، سبق تخريجه. الحديث رقم 783 حدثنا ضمر بن الأوزعي عن حسان أو غيره قال: يقال إذا بلغت الرايات الصفر مصر فاهرب في الأرض جهدك هربا، فإذا بلغك أنهم نزلوا الشام وهي السرة، فإن استطعت أن تلتمس سلما في السماء أو نفقا في الأرض فافعل، إسناده ضعيف. الحديث رقم 784 عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان يقال إذا رأيتم الرايات الصفر فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها، إسناده حسن. الحديث رقم 785 عن تبيع عن كعب قال: تنزل البربر من السفن الجون، ثم يخرجون بأسيافهم يستنون حتى يدخلوا حمص، وبلغني أن شعارهم يومئذ يا حمص يا حمص، إسناده ضعيف. الحديث رقم 786 عن أرطأة قال: حدثني محدث عن كعب قال: إذا خرج البربر من حمص إلى فاميه أرجلهم الله وبعث على دوابهم داء فلا يبقي منها شيء إلا نفقا، ثم نفاهم بالموتان والبطن، فيهربون إلى مشارق الجبل الأسود ليختفوا فيه، فيتبعهم المسلمون فيقتلونهم مقتلة عظيمة، حتى أن الرجل الواحد منهم ليقتل منهم 70 فما دون ذلك، فلا يفلت منهم إلا القليل، إسناده ضعيف. الحديث رقم 787 عن أرطاه عن تبين عن كعب قال: إذا رأيت الرايات الصفر نزلت الإسكندرية ثم نزلوا سرة الشام، فعند ذلك يخسف بقرية من قرى دمشق يقال لها حرست، إسناده جيد. الحديث رقم 788 عن شريح بن عبيد عن كعب قال: ليقتسمن أهل مصر الجون بالجبال بينهم، وذلك لحصون لهم أو مده فيغرقهم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 789 عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر حين نزل الحجاج بالكعبة فسمعته يقول: إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام، يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء، إسناده قوي. الحديث رقم 790 قال أبوه: وحدثني أمية بن يزيد القرشي عن سليمان بن عطاء بن يزيد الليثي عن امرأة أبيه قال: سمعت أباه يقول مثل ذلك، إسناده ضعيف. الحديث رقم 791 عن نجيب بن السري قال: أهل المغرب خرجتان، خرجة ينتهون إلى قنطرة الفسطاط
يربطون خيولهم فيها، وخرجة أخرى إلى الشام إسناده قوي. الحديث رقم 790 عن بكر ابن سوادة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل من أهل مصر: أيأتينكم أهل الأندلس حتى يقاتلونكم بوسيم إسناده ضعيف. الحديث رقم 793 عن أبي إسحاق شيخ من أهل الكوفة عن أبي شريح قال: حدثني أبو الخير اليزني عن عقبة ابن عامر الجهني قال: إذا خرج أهل المغرب خلفت الروم على المغرب، فتخرج عند ذلك الإسكندرية ومصر وساحل الشام إسناده ضعيف. الحديث رقم 794 عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت فتنة من المشرق وفتنة من المغرب فالتقوا ببطن الشام، فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها إسناده ضعيف. الحديث رقم 795 عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه صعد داره فنظر إلى الكوفة فقال: أعظم بها خربة من قوم يحيطون بها يأتون من قبل المغرب إسناده ضعيف. الحديث رقم 796 عن النجيب ابن السري قال: يخرج عبد الرحمن بأهل المغرب وقد استولت الروم على الإسكندرية فهم فيها فيقاتلونهم فيهزمونهم وينفونهم عنها إسناده جيد. الحديث رقم 797 عن صفوان عن مشيخته قال: كان الروم الذين كانوا بحمص يتخوفون عليها البربر ويقولون: ويلك يا تمرة من بربر يعنون، ويلك يا حمص من بربر إسناده ضعيف. الحديث رقم 798 عن أبي زهران عن كعب قال: إذا التقت الرايات السرد والرايات الصفر في صرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها. قال صفوان: لينزعن البربر أبواب حمص عما سواها إسناده ضعيف. الحديث رقم 799 عن سعيد بن يزيد عن الزهري قال: إذا اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب بغايات صفر بمصر فيقتتلون عند القنطرة سبعا ثم يبلغون الرملة إسناده ضعيف. الحديث رقم 800 عن ابن مسعود قال: إذا خرج رجل من فهر يجمع بربر خرج رجل من ولد أبي سفيان، فإذا بلغ المهدي خروجه افترقوا ثلاث فرق، فرقة يرجعون وفرقة تثبت معه يسيرون إلى الشام وفرقة إلى الحجاز، فيلتقون في وادي العنصل فيهزموا البربر ثم يقاتلوا أهل الشام إسناده ضعيف. الحديث رقم 801 عن أرطأة قال: إذا استقت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل من الجيش الهازم، ويل لهم من المشوه الملعون إسناده حسن. الحديث رقم 802 عن أرطأة ابن المنذر قال: يجيء البربر حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن فتسير إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا الجابية، ويخرج رجل من ولد صخر في ضعف يلقى جيوش المغرب على ثنيب بيسان فيردعهم عنها، ثم يلقاهم من الغد فيردعهم عنها فينحازون وراءها، ثم يلقاها في اليوم الثالث فيردعهم إلى عين الريح فيأتيهم موت رئيسهم، فيفترقون ثلاث فرق، فرقة تريد على أعقابها وفرقة تلحق الحجاز وفرقة تلحق بالصخرة، فيسيروا إلى بقية جموعهم حتى يأتيه ثنيت فيق فيلتقون عليها فيداروا عليهم الصخرة، ثم أعطوه إلى جموع المشرق والشام فتلقاهم فيدال عليهم ما بين الجابية والخربة حتى تخوضوا الخيل في الدماء
ويقتل أهل الشام رئيسهم وينحزون إلى الصخرة فيدخل دمشق فيمثل بها، وتخرج رايات من المشرق مسودة فتنزل الكوفة فيتوارى رئيسهم فيها فلا يدرى موضعه، فيتحين ذلك الجيش. ثم يخرج رجل كان مختفيا في بطن الوادي فيلي أمر ذلك الجيش، وأصل مخرجه غضب مما صنع الصخريب أهل بيته، فيسير بجنود المشرق نحو الشام ويبلغ الصخريب مسيره إليه، فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه فيلتقون بجبل الحصى، فيهلك بينهما عالم كثير، ويولي المشرقي منصرفا ويتبعه الصخري فيدركه بقلقيسيا عند مجمع النهرين، فيلتقيان فيفرغ عليهما الصبر، فيقتل من جنود المشرقي من كل 10 7، ثم يدخل الصخري الكوفة فيسوم أهلها الخصف، ويوجه جندا من أهل المغرب إلى من بإزائه من جنود المشرق فيأتونه بسبيهم، فإنه لعلى ذلك إذ يأتيه خبر ظهور المهدي بمكة فيقطع إليه من الكوفة بعثا يخسف به. قال أرضاه: ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط 7 أيام، ثم يلتقون بالعريش، فتكون الدبرة على أهل المشرق حتى يبلغوا الأردن، ثم يخرج عليهم السفياني بعد. وكان الروم الذين كانوا بحمص كانوا يتخوفون عليها من البربر ويقولون: ويلك يا تمرة من بربر. إسناده حسن. الحديث رقم 803. عن النجيب قال: يخرج عبد الرحمن لأهل المغرب وقد استولت الروم على الإسكندرية وهم فيها، فيقاتلونهم فيهزمونهم وينفونهم عنها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 804. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قسم الشر 70 جزءا، فجعل 69 في البربر وجزءا في سائر الناس. الحديث رقم 805. عن بشر بن عبد الله بن يسار قال: سمعت بعض أشياخنا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نساء البربر خير من رجالهم، وعث فيهم نبي فقتلوه فأليناه النساء فدفنه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 806. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي وصيب بربري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوم هذا أتاهم نبي قبلي فذبحوه وطبخوه فأكلوا لحمه وشربت مرقه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 807. حدثنا بقية بن صفوان بن عمرو عن أبي هزان عن كعب قال: إذا التقت الرايات السود والصفر في صرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها. قال صفوان: لينزعن البربر أبواب حمص فضلا عما سواها. إسناده ضعيف. أما عن صفة السفياني واسمه ونسبه، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، ومع الفصل رقم 29 بعنوان صفة السفياني واسمه ونسبه، وفيه 19 حديثا نبويا شريفا. الحديث رقم 808. عن أبي أمية الكلبي عن شيخ أدرك الجاهلية قال: بدو السفياني خروجه من قرية من غرب الشام يقال لها أندرا في 7 نفر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 809. عن جابر عن أبي جعفر قال: يملك السفياني حمل امرأة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 810. عن أبي عبد الله عن عبد الكريم عن أبي الحنفية قال:
بين خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب ابن صالح وخروج المهدي، وبين أن يسلم الأمر للمهدي 72 شهرا إسناده ضعيف. الحديث رقم 811 عن ابن مسعود قال: يتبدى نجم ويتحرك بإلياء رجل أعور العين ثم يكون الخصف بعد، إسناده ضعيف. الحديث رقم 812 عن أبي جعفر قال: هو أخوص العين، إسناده ضعيف. الحديث رقم 813 عن سليمان ابن عيسى قال: بلغني أن السفياني يملك 3 سنين ونصف، إسناده ضعيف. الحديث رقم 814 عن أرطأة عن تبين عن كعب قال: يملك حمل امرأة اسمه عبد الله بن يزيد، وهو الأزهر ابن الكلبية أو الزهري ابن الكلبية المشوه السفياني، إسناده ضعيف. الحديث رقم 815 عن جراح عن أرطأة قال: يدخل الأزهر ابن الكلبية الكوفة فتصيبه قرحة فيخرج منها فيموت في الطريق، ثم يخرج رجل آخر منهم بين الطائفة ومكة أو بين مكة والمدينة من شبب وطباق وشجر بالحجاز مشوه الخلق مصفح الرأس حمش الساعدين غائر العينين في زمانه تكون هدة، إسناده قوي. الحديث رقم 816 عن أرطاة قال: السفياني الذي يموت الذي يقاتل أول شيء الرايات السود والرايات الصفر في صرة الشام، مخرجه من المندرون شرقي بيسان على جمل أحمر عليه تاج، يهزم الجماعة 2 مرات ثم يهلك وهو يقبل الجزية ويسبي الذرية ويبقر بطون الحبالة، إسناده حسن. الحديث رقم 817 عن أبي هزان عن كعب قال: ولايته 9 أو 7 أشهر، قال أبو بكر وقال ضمرة ودينار ابن دينار، ولايته حمل، إسناده ضعيف. الحديث رقم 818 عن محمد ابن جعفر ابن علي قال: السفياني من ولد خالد ابن يزيد ابن أبي سفيان، رجل ضخم الهامة بوجهه آثار جدري وبعينه نكتة بياض، يخرج من ناحية دمشق في واد يقال له وادي اليابس، يخرج في 7 نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه النصر، يسيرون بين يديه على 30 ميلا لا يرى ذلك العلم أحد إلا انهزم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 819 عن أبي بكر عن الأشياخ قال: يخرج السفياني من الوادي اليابس، يخرج إليه صاحب دمشق ليقاتله، فإذا نظر إلى رايته انهزم. قال عبد القدوس: والي دمشق والي لبني العباس يومئذ، إسناده ضعيف. الحديث رقم 820 عن أرطأة عن ضمرة قال: السفياني رجل أبيض جعد الشعر، ومن قبل من ماله شيئا كان ردفا في بطنه يوم القيامة، إسناده جيد. الحديث رقم 821 عن الحارث ابن عبد الله قال: يخرج رجل من ولد أبي سفيان في الوادي اليابس في رايات حمر دقيق الساعدين والساقين طويل العنق شديد الصفرة به أثر العبادة، إسناده ضعيف. حديث رقم 822 عن أبي الزاهري عن جبير ابن نفير قال: ويل لعبد الرحمن من عبد الله، ويل لعبد الله من عبد الرحمن، إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 823 عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر قائما بالقسط حتى يكون أول من يثمه
رجل من بني أمية حديث ضعيف. الحديث رقم 824 عن محمد ابن علي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتقن رجل من ولد أبي سفيان في الإسلام فتقا لا يسده شيء. إسناده ضعيف. الحديث رقم 825 عن عزرة ابن قيس قال: قام رجل إلى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وهو يخطب بالشام فقال: إن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما ذلك إذا الناس تدنت لي ودنت لي. وجعل الرجل يتذكر الأرض ليس بها مثل الذي يفر منه إليها فلا يجده، فعند ذلك الفتن. إسناده ضعيف. الحديث رقم 126 عن أرطاه ابن المنذر عمن حدثه عن كعب قال: اسم السفياني عبد الله. إسناده ضعيف. أما عن بدو خروج السفياني نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع الفتن والملاحم لنعيم ابن حماد، الباب رقم 30، بدو خروج السفياني، وفيه 12 حديث نبوي شريف. الحديث رقم 27 عن أبي قبيل قال: يملك رجل من بني هاشم فيقتل بني أمية فلا يبقي منهم إلا اليسير، لا يقتل غيرهم. ثم يخرج رجل من بني أمية فيقتل بكل رجل رجلين حتى لا يبقي إلا النساء، ثم يخرج المهدي. إسناده ضعيف. الحديث رقم 828 عن عبد الله بن خالد بن معدان قال: يخرج السفياني بيده ثلاث قصبات لا يقرع بهن أحدا إلا مات. يقول المحقق: لم أعرف عبده ابن خالد ابن معدان. الحديث رقم 829 عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخه قال: يؤتى السفياني في منامه فيقال له: قم فاخرج، فيقوم فلا يجد أحدا، ثم يؤتى الثانية فيقال له مثل ذلك، ثم يقال له الثالثة: قم فاخرج فانظر من على باب دارك، فينحدر في الثالثة على باب داره، فإذا هو بسبعة نفر أو تسعة نفر معهم لواء، فيقولون: نحن أصحابك، فيخرج فيهم ويتبعه ناس من قريات وادي اليابس، فيخرج إليهم صاحب دمشق ليلقاه ويقاتله، فإذا نظر إلى رايته انهزم. ووالي دمشق يومئذ وال لبني العباس. إسناده ضعيف. الحديث رقم 830 عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر قائما بالقسط حتى يكون أول من يسلمه رجل من بني أمية. إسناده ضعيف. الحديث رقم 831 عن أبي قبيل قال: سفياني شر من ملك، يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم ويستعين بهم، فمن أبى عليه قتله. إسناده قوي. الحديث رقم 832 عن ابن مسعود قال: يتحرك بإلياء رجل أعور العين فيكثر الهرج ويحل النساء، وهو الذي يبعث بجيش إلى المدينة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 833 عن ابن عياش قال: حدثني بعض أهل العلم عن محمد ابن جعفر قال: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: يخرج رجل من ولد خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان
في 7 نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون في لوائه النصر، يسير بين يديه على 30 ميلا لا يرى ذلك العلم أحد إلا انهزم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 834 عن أبي إسحاق أنه قال في زمان هشام: لا ترون سفيانيا حتى يأتيكم أهل المغرب، فإن رأيته خرج حتى يستوي على منبر دمشق فليس بشيء حتى ترى أهل المغرب. إسناده ضعيف. الحديث رقم 835 عن تبين قال: إذا كانت هدة الشام قبل البيداء فلا بيداء ولا سفياني. قال الليث: كانت الهدة بالطوارية فاستيقظت لها بالفسطاط وتقلع لها أجنحة فإذا هي طوارية. إسناده ضعيف. الحديث رقم 836 عن يزيد ابن أبي حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خروج السفياني بعد 39. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 137 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا كان خروج السفياني في 37 كان ملكه 28 شهرا، وإن خرج في 39 كان ملكه 9 أشهر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 838 عن أرطأة قال: في زمان السفياني الثاني تكون الهدة حتى يظن كل قوم أنه قد خرب ما يريهم. إسناده قوي. أما عن ذكر الرايات الثلاث التي تفترق في أرض مصر والشام وغيرها والسفياني وظهوره عليهم، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، ومع الفصل رقم 31 الجزء الرابع بعنوان الرايات الثلاث، وفيه حديث واحد. الحديث رقم 839 عن جراح عن أرطأة قال: إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام 3 رايات: الأبقع والأصهب والسفياني، ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه، ويخرج رجلان من بني أبي سفيان فيكون أغفر للثاني. فإذا أقبلت مادة الأبقع من مصر ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقري قيساء حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم. الحديث إسناده حسن. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قلت لحضراتكم مع الفصل رقم 32 في الرايات التي تفترق في أرض مصر والشام وغيرها. الحديث رقم 840 عن أبي أمية الكلبي عن شيخ أدرك الجاهلية قد سقط حاجباه على عينيه قال: إذا اختلفت أهل الرايات السود افترقوا 3 فرق: فرقة تدعو لبني فاطمة، وفرقة تدعو لبني العباس، وفرقة تدعو لأنفسها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 841 عن محمد ابن الحنفية قال: إذا اختلفوا بينهم رفع بالشام 3 رايات: راية الأبقع، وراية الأصهب، وراية السفياني. إسناده ضعيف. الحديث رقم 842 عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء لم يلبثوا إلا يسيرا حتى يظهروا الأوقع بمصر، يقتلون الناس حتى يبلغوا إرم، ثم يثور المشوه عليه فتكون بينهما ملحمة عظيمة
ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بها جميعا، ويرفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه. ثم يبص السفياني جيوشه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 843 عن أبي قبيل عن سعيد بن الأسود عن ذي قريات قال: فيختلف الناس على 4 نفر، رجلان بالشام، رجل من آل الحكم أزرق أصهب، ورجل من مضر قصير جبار، والسفياني والعائذ بمكة، فذلك 4 نفر إسناده ضعيف. الحديث رقم 844 عن أبي جعفر ابن علي قال: يقتل 4 نفر بالشام، كلهم ولد خليفة، رجل من بني مروان، ورجل من آل أبي سفيان. قال: فيظهر السفياني على المروانيين فيقتلهم، ثم يتبعه بني مروان فيقتلهم، ثم يقبل على أهل المشرق وبني العباس حتى يدخل الكوفة. قال أبو جعفر: ينازع السفياني بدمشق أحد بني مروان فيظهر على المرواني فيقتله، ثم يقتل بني مروان 3 أشهر، ثم يقبل على أهل المشرق حتى يدخل الكوفة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 845 قال الوليد: فأخبرني مولى لخالد ابن يزيد ابن معاوية قال: يخرج من الكوفة لمرض يصيبه بها، فيموت بين أرك وتضمر ومن واهية تصيبه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 146 عن كعب قال: يجتمع للسفاح ظلمة أهل ذلك الزمان، حتى إذا كانوا حيث ينظرون إلى عدوهم وظنوا أنهم مواقع بلادهم، أقبل رأس طاغيتهم لم يعرف قبل ذلك، وهو رجل ربعه جعد الشعر غائر العينين مشرف الحاجبين مصفار، حتى إذا نظر إلى المنصور وهم مفترقون في غير بلدة واحدة، فإذا انتهى إليهم الخبر ضربوا حيث كانوا فيتابعون لعبد الله، ويرجع السفياني فيدعو إلى نفسه بجماعة أهل المغرب فيجتمعون ما لم يجتمعوا لأحد قط لما سبق في علم الله تعالى، ثم يطلع بعثا من الكوفة، فإن يكن البعث من البصرة فعند ذلك تهلك عامتهم من الحرق والغرق، ويكون حينئذ بالكوفة خصف، وإن يكن البعث من قبل المغرب كانت الوقعة الصغرى، فويل عند ذلك لعبد الله من عبد الله يثور بحمص ويوقد دمشق، ويخرج بفلسطين رجل يظهر على نأواه على يديه هلاك أهل المشرق، يملك حمل امرأة تخرج له 3 جيوش إلى كوفان، يصيبون بها أبيات من قريش يستنقذون من يومهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 847 عن أبي رومان عن علي قال: إذا اختلفت أصحاب الرايات السود خسف بقرية من قرى إرم، ويسقط جانب مسجدها الغربي، ثم يخرج بالشام 3 رايات، الأصهب والأبقع والسفياني، فيخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر، فيظهر السفياني عليهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 848 عن سعيد بن الأسود عن ذي قريات قال: يختلف الناس في صفر، ويفترق الناس على 4 نفر، رجل بمكة العائر، ورجلين بالشام، أحدهما السفياني والآخر من ولد الحكم أزرق أصهب، ورجل من أهل مصر جبار، فذلك 4. إسناده ضعيف. الحديث رقم 849 عن ابن زرير قال: يختلفون على 4 نفر، جبار يبايع لنفسه بيع خلافة يعطي الناس 100 دينار، ورجلان بالشام يعطيان ما لم يعطي أحد قبلهما، فأيهما غلب على دمشق فله الشام. إسناده ضعيف. الحديث رقم 850 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: فتخرج 3 نفر كلهم يطلب الملك، رجل أبقع ورجل أصهب
ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج بكلب ويحصر الناس بدمشق إسناده ضعيف. حديث 851. قال ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رمان عن علي قال: تخرج بالشام 3 رايات، الأصهب والأبقع والسفياني من الشام والأبقع من مصر، فيظهر السفياني عليهم إسناده ضعيف. الحديث 850. عن سعيد ابن الأسود عن ذي قريات قال: يختلف الناس في سفر ويفترقون على 4 نفر، رجل بمكة العائر ورجلين بالشام، أحدهما السفياني والآخر من ولد الحكم أزرق أصهب، ورجل من أهل مصر جبار، فذلك 4. فيغضب رجل من كندة فيخرج إلى الذين بالشام، فيأتي الجيش إلى مصر فيقتل ذلك الجبار ويفت مصر فت البعرة، ثم يبعث إلى الذي بمكة إسناده ضعيف. الحديث رقم 853. عن القاسم ابن محمد عن حذيفة قال: إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيها 4 أشهر يقتل ويزبي أهلها، فيومئذ تقوم النائحات باكية تبكي على استحلال فروجها، وباكية تبكي على قتل أولادها، وباكية تبكي على ذلها بعد عزها، وباكية تبكي شوقا إلى قبورها إسناده ضعيف. الحديث رقم 854. عن أبي وهب الكلاعي قال: يفترق الناس والعرب في بربر على 4 رايات، فتكون الغلبة لقضاعة، وعليهم رجل من ولد أبي سفيان. قال الوليد: ثم يستقبل السفياني فيقاتل بني هاشم وكل من نازعه من الرايات الثلاثة وغيرها، فيظهر عليهم جميعا، ثم يسير إلى الكوفة، ويخرج بني هاشم إلى العراق، ثم يرجع من الكوفة فيموت في أدنى الشام، ويستخلف رجلا آخر من ولد أبي سفيان، تكون الغلبة له، ويظهر على الناس وهو السفياني إسناده ضعيف. الحديث رقم 855. عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا، فيظهر عليهما جميعا، ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده، وله فورة شديدة، يستقتل الناس قتل الجاهلية، فيلتقي هو والأخوص ورايتهم صفر وثيابهم ملونة، فيكون بينهما قتال شديد، ثم يظهر الأخوص السفياني عليه، ثم تظهر الروم وتخرج إلى الشام، ثم يظهر الأخوص، ثم يظهر الكندي في إشارة حسنة، فإذا بلغ تل سما فأقبل، ثم يسير إلى العراق، وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه، ويظهر رجل من الموالي، فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني إسناده ضعيف. الحديث رقم 856. عن أرطاه عن تبيع عن كعب قال: إذا كانت رجفتان في شهر رمضان انتدب لها 3 نفر من أهل بيت واحد، أحدهما يطلبها بالجبروت، والآخر يطلبها بالنسك والسكينة والوقار، والثالث يطلبها بالقتل واسمه عبد الله، ويكون بناحية الفرات مجتمع عظيم يقتتلون على المال، يقتل من كل 9 7، إسناده جيد. الحديث رقم 857. عن الزهري قال: إذا التقى أصحاب الرايات السود وأهل الرايات الصفر عند القنطرة،
كانت الدبر على أهل المشرق فيهزمون حتى يأتون فلسطين، فيخرجوا على أهل المشرق السفياني، فإذا نزل أهل المغرب الأردن مات صاحبهم، وافترقوا ثلاث فرق، فرقة ترجع من حيث جاءت، وفرقة تحج، وفرقة تثبت، فيقاتلهم السفياني فيهزمهم ويدخلون في طاعته. إسناده ضعيف. الحديث رقم 858 عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن الحنفية قال: إذا ظهر السفياني على الأبقع دخل مصر، فعند ذلك خراب مصر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 859 عن أبي زمعة وعبد الله بن عمرو وأبي ذر رضي الله عنهم قالوا: لا يخرجن من مصر إلا من قتل. قال خارجه. قلت لأبي ذر: فلا إمام جامع حين يخرج؟ قال: لا، بل تقطعت أقرانها. إسناده قوي. الحديث رقم 860 عن كعب قال: لا تفتن مصر كما تفت البعرة. إسناده حسن. الحديث رقم 861 عن سعيد بن الأسود عن ذي قريات قال: إذا رأيت رجلا أعرج من بني أمية على مصر فاخرج من الفسطاط على رأس بريد، إنه يقتله رجل من أهل بيته، ثم يبعث إليهم أهل الشام جيشا فيلقاهم رجل من كنده بالعريش، فيمد بطاعتهم الأولى والآخرة ويقول: أنا أكفيكم هذا الأمر، فيقبل بالجيش فيقتل ذلك الرجل ومن يتابعه حتى يزبي أهل مصر ويتبعونهم بسوق مازن. إسناده ضعيف. نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، ومع الفصل 33 من الجزء الرابع بعنوان: ما يكون بين بني العباس وأهل المشرق والسفياني والمروانيين في أرض الشام وخارج منها إلى العراق. وبه 12 حديثا نبويا شريفا مع تخريج كل حديث وبيان قوته من ضعفه. الحديث رقم 862 عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أم حبيبة، وذكر بني العباس ودولتهم، فالتفت إلى أم حبيبة ثم قال: هلاكهم على يدي رجل من جنس هذه. إسناده جيد. الحديث رقم 863 عن الوليد بن مسلم قال: إذا غلبت قضاعة وظهرت على المغرب فأتى صاحبهم بني العباس فيدخل ابن أختهم الكوفة مع من معه فيخربها، ثم تصيبه قرحة ويخرج منها يريد الشام، فيهلك بين العراق والشام، ثم يولون عليهم رجلا من أهل بيته، فهو الذي يفعل بالناس الأفاعيل ويظهر أمره، وهو السفياني، ثم يجتمع العرب عليه بأرض الشام فيكون بينهم قتال حتى يتحول القتال إلى المدينة فتكون الملحمة ببقيع الغرقد. هذا من الأمور التوقيفية. الحديث رقم 164 عن الزهري قال: يخرج هاربا من الكوفة من قرحة تصيبه فيموت، ثم يلي رجل منهم اسمه اسم أبيه واسمه على ثمانية أحرف، متزلج المنكبين، حمش الذراعين والساقين، مصفح الرأس، غائر العينين، فيهلك الناس بعده. إسناده ضعيف. الحديث رقم 865 عن كعب قال: يشتعل أمره بحمص
ويوقظه بدمشق. همته بار بني العباس، إسناده حسن. الحديث رقم 866. حدثنا عبد الله بن مروان عن سعيد بن يزيد عن الزهري قال: يبايع السفياني أهل الشام فيقاتل أهل المشرق فيهزمهم من فلسطين حتى ينزلوا مرج الصفر، ثم يلتقون فتكون الدورة على أهل المشرق حتى ينزلون مرج الثنية، ثم يقتتلون فتكون الدورة على أهل المشرق حتى يأتوا الحص، ثم يقتتلون فتكون الدورة على أهل المشرق حتى يبلغوا إلى المدينة الخربة يعني قرقسياء، ثم يقتتلون فتكون الدورة على أهل المشرق حتى ينتهوا إلى عرق قوفا، ثم يقتتلون فتكون الدورة على أهل المشرق فيحوز السفياني الأموال، ثم يخرج في حلق السفياني قرحة، ثم يدخل إلى الكوفة غدوة ويخرج منها بالعشي بجيوشه، فإذا كان بأفواه الشام توفي وثار أهل الشام فبايعوا ابن الكلبية اسمه عبد الله ابن يزيد ابن الكلبية غائر العينين مشوه الوجه، فيبلغ أهل المشرق وفاة السفياني فيقولون ذهبت دولة أهل الشام، فيثورون ويبلغ ابن الكلبية فيثور بجموعه إليهم فيقتتلون بالألوية، فتكون الدورة على أهل المشرق حتى يدخلوا الكوفة فيقتلوا المقاتلة ويسبي الذرية والنساء، ثم يخرب الكوفة، ثم يبعث منها جيشا إلى الحجاز. إسناده قوي. وفائدة من هذا الحديث: مرج الصفر مكان في جنوب دمشق، والثنية العقاب، والحصي على مقربة من حمص، وعرق قوفة قرية قرب بغداد. الحديث رقم 867. عن أرطاه ابن المنذر قال: يخرج المشوه الملعون من عند المنذرون شرقي بيسان على جمل أحمر وعليه تاج، يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك، وهو يقتل الحرية ويسبي الذرية ويبقر بطون النساء. إسناده قوي. الحديث رقم 868. عن كعب قال: إذا رجع السفياني دعا إلى نفسه بجماعة أهل المغرب فيجتمعون له ما لم يجتمعوا لأحد قط لما سبق في علم الله تعالى، ثم يبعث بعثا من كوفة الأنبار، ثم يلتقي الجمعان بقرقسياء فيفرغ عليهما الصبر ويرفع عنهما النصر حتى يتفانوا، وإن كان بعثه من قبل المغرب كانت في الوقعة الصغرى، فويل عند ذلك العبد الله من عبد الله يثور بحمص وهو أخبث البرية، ويوقد بدمشق على يديه أهلاك أهل المشرق. إسناده ضعيف. الحديث رقم 869. عن محمد بن حمير عن بعض المشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلتقي أهل الشام وأهل العراق بالحص، فتكون الدورة على أهل العراق فيقتلونهم حتى يبلغوا بلادهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 870. عن عبد الله ابن زرير عن علي قال: يتبع عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقسياء على النهر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 871. عن خالد بن معدان قال: يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهلك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 872. عن أرطأة عن تبين عن كعب قال: يهزم السفياني الجماعة مرتين ويقتل الحرية ويسبي الذرية، ولا يذبحن امرأة من قريش بها، يبقر بطون من يبقر من نساء بني هاشم، ثم يموت، ثم يثور من أهل بيت تلك المرأة ثائر بعد أعوام، يدعى عبد الله، ما عبد الله تعالى قط، أخبث البرية مشوه ملعون،
من تبعه ودعا إليه يلعنه أهل السماء وأهل الأرض وهو ابن آكلة الأكباد، يأتي دمشق فيجلس على منبرها فيشتعل أمره بحمص ويوقد بدمشق، وذلك إذا خلع من بني العباس رجلان وهما الفرعان. وعند اختلاف الثاني خروج السفياني حديث السن جعد الشعر أبيض مديد الجسم، أصبعه الوسطى شلاء يكون بينه وبين وقعات بالشام، ويزبي نساء بني العباس حتى يوردهن دمشق. إسناده حسن. الحديث رقم 873 عن الحكم ابن نافع عن جراح عن أرطأة قال: يقتل السفياني كل من عصاه وينشرهم بالمناشير ويطحنهم بالقدور 6 أشهر. قال: ويلتقي المشرقين والمغربين. إسناده حسن. أما ما يكون بين أهل الشام وبين ملك من بني العباس وبين الرقة وما يكون من السفياني، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد مع الجزء الرابع الفصل رقم 34 بعنوان ما يكون بين أهل الشام وبين ملك من بني العباس بين الرقة وما يكون من السفياني. الحديث رقم 874 عن الوضين ابن عطاء قال: الفتنة الرابعة بدوها من الرقة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 875 حدثني محدث أن بدو اختلاف بني العباس راية تخرج من خراسان فتكون بينهم ملحمة بمنابت الزعفران يقتل فيها من جميع الناس والقبائل، فيبلغ الناس الوقعة التي كانت بمنابت الزعفران وهو في المدينة الطاهرة بين الأنهار، فيخرجوا بما كان جمع فيها من الأموال حتى ينزلوا مدينة الأصنام يعني حران، ثم يأتيه الخبر أن ملكا بالمغرب قد ثار فيبعث إليه جنودا ينهزم عنهم حتى ينزلوا بمن معه الشام، فينادي مناد من السماء: الويل لبلد حمص العين السنجة، فيحتمل كل ذات بعل بعلها وكل ذات ابن ابنها، ثم يمضي حتى ينزل بين الأنهار فيقتل بها جبارا عظيما ويقسم بها، ثم يمضي إلى مدينة الأصنام يعني حران فيبقر فيها بطن صاحبها ويفض جمعه ويبعث إلى المشرق ويبايعهم كارها غير طائع ويقيم بها 8 أشهر، ثم يمضي إلى الخابور فيقيم به 7 أسابيع، ثم يمضي إلى مريض الثور فيتركه رمضة ويعتزله صاحب المشرق إلى جبال الجوف، ثم يغدر به رجل من بيته فيقتله، ثم يجيء صاحب المشرق حتى ينزل ما بين حران والرها، ثم يخرج الأمرد من بيت الرأس. إسناده ضعيف. الحديث رقم 176 عن أبي أمية الكلبي قال: بينما أصحاب الرايات السود يقتتلون فيما بينهم، إذ خرج سابع سبعة فيبعث إلى أهل القرى يسألهم نصرته، فيأتون عليه ويبلغ عامل بني العباس على طبرية مخرجه، فيبعث إليه جمعا عظيما، فإذا واجهوه مالوا إليه بأجمعهم إلا صاحبهم الذي قادهم ينصرف إلى صاحبه فيخبره، ويميل الخارجي ومن معه إلى السدرة التي جانب التل فينزل تحتها، ويأتيه أهل القرى فيبايعونه ويسير بهم، فيلقاه صاحب طبرته عند الأقحوانة فيقاتله عند بحيرة الطبرية حتى يحمروا عجز البحيرة من دمائهم،
ثم يهزمهم، ثم يجمعون له بالجابية جمعا عظيما. فويل لمن كان أهله من الجابية على 5 أميال، وطوبى لمن كان أهله خلف ذلك. فيهزمهم ثم يجمعون له بدمشق جمعا نحو من جمعهم الذي دخلوا به دمشق، فيقتتلون هنالك حتى تركض الخيل في الدم إلى ثنتها. ثم يهزمهم. يقول المحقق: أبو أمية الكلبي لم أعرفه. الحديث رقم 877 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يخرج رجل من المشرق فينفر منه ملكهم، فيقتل بين الرقة وحران، يقتله رجل من قريش، ويخرج من البرية من آل سفيان رجل من المغرب، ويقتل ملك الكوفة بحران، إسناده ضعيف. الحديث رقم 878 عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون خليفة تقصر عن بيعته الناس، ثم يكون نائبه من عدو، فلا يجد بدا من أن يسير بنفسه فيظهر على عدوه، فيريده أهل العراق على الرجوع إلى عراقهم، فيأبى ويقول: هذه أرض الجهاد، فيخلعونه ويولون عليه رجلا، فيسيرون إليه حتى يلقوه بالحص جبل خناصرة، فيبعثوا إلى أهل الشام، فيجتمعون له على قلب رجل واحد، فيقتلهم بهم قتالا شديدا، حتى أن الرجل ليقوم على ركائبه، فيكاد يعد رجال الفريقين، ثم ينهزم أهل العراق، فيطلبونهم حتى يدخلونهم الكوفة، فيقتلونهم بكل من أطاق حمل السلاح منهم، فيهزمهم ويقتلون ما جرت عليهم المواسي. قيل لأبي أسامة ممن سمعه ثوبان: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فممن إذا؟ إسناده صحيح. الحديث رقم 879 قال الوليد: فأخبرني أبو عبد الله عن الوليد بن هشام قال: تقتتلون هنالك قتالا شديدا، فبينهم كذلك إذا ثار بهم السفياني فيهزم الفريقين حتى يدخلهم الله الكوفة، فيكونوا أول النهار له وآخره عليه، إسناده ضعيف. الحديث رقم 880 عن أبي النضر قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل العراق ملك يكره أهل الشام على بيعته، فيكون ما كان، ثم يبلغه أن عدوه قد صار إليه، فلا يجد من المسير إليه بدا، فيسير إليه بالشام، فيلقاه فيهزمه ويقتله، ثم يقول أهل نصرته من أهل العراق: هذه بلادي وهذه أرضي ووطني، ارجعوا إلى بلادكم فقد استغنيت عنكم. فيرجعون إلى بلادهم فيقولون: نحن ملكناه ونحن نصرناه ونحن قتلنا الناس دونه، ثم اختار على بلادنا بلادا غيرها، هلموا حتى نجمع له فنقاتله. فيسيرون إليه، وجمعهم يومئذ أخالوا 300,000 حتى يلتقوا بالحص فيقتتلون فيه، فيكون بينهم ملحمة لم يكن بين العرب مثلها، فيكون بينهم ملحمة لم يكن بين العرب مثلها، يلقى عليهم الصبر ويرفع عنهم النصر، حتى أن الرجل ليقوم ينظر إلى الصفين، فلو يشاء أن يحصيهم أحصاهم لقلة من بقي منهم، إسناده ضعيف. الحديث 881 عن أرطاء عن تبيع قال: إذا وقع الاختلاف الآخر في بني العباس، وذلك بعد خروج السفياني ابن آكلة الأكباد، وفي اختلافهم الآخر الفناء، فحينئذ فانتظروا وقعت الثنية ووقعت التدمير، قرية غربي سليمة، ووقع بالحص عظيمة، فيغلب بنو العباس وأهل المشرق حتى تزبى نساءهم ويدخل الكوفة، إسناده حسن. الحديث 882 عن يعقوب ابن إسحاق: وكان رجلا علاما في الفتن، قال: ينزل الرقة رجل من ولد العباس فينكس فيها سنتين، ثم يغزو الروم، فتكون بليته على المسلمين أعظم من بليته على الروم،
ثم يرجع من غزوته إلى الرقة فيأتيه من المشرق ما يكره، فيرجع إلى المشرق فلا يرجع منها، ثم يولي ابنه فعلى رأسه يكون خروج السفياني وانقطاع ملكهم. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 883 عن النجيب ابن السري قال: يكون خليفة من المشرق يرتحل هاربا إلى الجزيرة، ثم يستغيث بأهل الشام فيجتمعون إليه ويقتل أهل المشرق، فيلتقون بجبل يقال له الحص فيقتل فيه عالم كثير، إسناده ضعيف. الحديث رقم 884 عن محمد ابن جعفر قال: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: يبعث السفياني على جيش العراق رجلا من بني حارثة له غديرتان يقال له نمر أو قمر بن عباد، رجلا جسيما على مقدمته، رجلا من قومه قصير أصلع عريض المنكبين، فيقاتله من بالشام من أهل المشرق وفي موضع يقال له الثنية، وأهل حمص في حرب المشرق وأنصارهم، وبها يومئذ منهم جند عظيم يقاتلهم فيما يلي دمشق، كل ذلك يهزمهم، ثم ينحازوا من دمشق وحمص مع السفياني، ويلتقون أهل المشرق في موضع يقال له اليدين مما يلي شرقي حمص، فيقتل بها نيف وسبعون ألفا، ثلاثة أرباعهم من أهل المشرق، ثم تكون دبرت عليهم، ويسير الجيش الذي بعث إلى المشرق حتى ينزل الكوفة، فكم من دم مهراق وبطن مبقور ووليد مقتول ومال منهوب ودم مستحل. ثم يكتب إليه السفياني أن يسير إلى الحجاز بعد أن يعركها عرك الأديم، إسناده ضعيف. الحديث رقم 185 عن حريز ابن عثمان قال: سمعت سلمان ابن سمير الألهاني يقول: لينزلن الكوفة خليفة يهزم أهل الشام ثم يرغب فيهم وفي الشام، ويقال له: عليك بالشام فإنها أرض المقدس وأرض الأنبياء ومنزل الخلفاء، وإليها كانت تجبى الأموال ومنها كانت تفرق البعوث، فيجيبهم، فإذا أجابهم نقم عليه أهل المشرق فقالوا: قاتلنا معه وخاطرنا بدمائنا وأنفسنا وأموالنا، فآثر علينا فاخلعوه. قال: فيسير أهل الشام إلى الكوفة فتعركوا عرك الأديم، إسناده ضعيف. الحديث 886 عن الحارث ابن مسعود قال: السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى العدل فلا يجيبونه إلى ذلك، فيقول: إني أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأقسم الفيء بالسوية. فيقول له أهل بيته: أتريد أن تخرجنا من معايشنا؟ فيأبون عليه، فيقتل من أهل بيته عدة، فيختلفون فيما بينهم، فعند ذلك يخرج رجل من ولد فهر يجمع من بربر حتى يأخذ منابر مصر، ثم يخرج رجل من ولد أبي سفيان، فإذا بلغ الفهري خروجه افترقوا ثلاث فرق، إلى آخر الحديث، إسناده ضعيف. الحديث رقم 187 عن أبي رومان عن علي قال: يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقلقيساء حتى يشيع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم، ثم يفتق عليهم فتق من خلفهم، فتقبل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان، وتقبل خيل السفياني في طلب أهل خراسان، فيقتلون شيعة آل محمد بالكوفة، ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي، إسناده ضعيف. الحديث رقم 788 عن عمار بن ياسر قال: فيتبع عبد الله عبد الله، فتلتقي جنودهما بقريقساء على النهر، فيكون قتال عظيم، ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويزبي النساء، ثم يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة إلى السفياني، فيتبع اليمني فيقتل قيسا بأريحة، ويحوز السفياني ما جمعوا، ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد، ثم يظهر السفياني بالشام على الرايات الثلاث، ثم يكون لهم وقعة بعد قريقساء عظيمة، ثم يتفق عليهم فتق من خلفهم، فيقتل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان، وتقبل خيل السفياني كالليل والسيل، فلا تمر بشيء إلا أهلكته وهدمته، حتى يدخلون الكوفة فيقتلون
يطلبون شيعة آل محمد، ثم يطلبون أهل خراسان في كل وجه، ويخرجوا أهل خراسان في طلب المهدي فيدعون له وينصرونه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 889 عن سليمان بن سمير الألهني قال: سينزل الكوفة خليفة ولا يوطئن أهل الشام هزيمة، ثم يرغب فيهم ويقال له: عليك بأرض الشام، فإنها أرض المقدسة وأرض الأنبياء ومنازل الخلفاء، وإليها كانت تجبى الأموال، ومنها كانت تفرق البعوث فيجيبهم، فإذا أجابهم نقم عليه أهل المشرق فيقولون: خاطرنا معه بدمائنا وأنفسنا وأموالنا، وآثر علينا غيرنا، فيخالفونه، فيسير أهل الشام إلى الكوفة، فيومئذ تعرك عرك الأديم. إسناده ضعيف. أما عن ما يكون من السفياني في جوف بغداد ومدينة الزوراء إذا بلغ بعثه العراق، وما يذكر من خرابها، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضارتكم مع كتاب الفتن والملاحم لأبو نعيم ابن حماد، ومع الفصل رقم 35 بعنوان: ما يكون من السفياني في جوف بغداد ومدينة الزوراء إذا بلغ بعثه العراق، وما يذكر من خرابها. الحديث رقم 890 عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا ظهر السفياني على الأبقع وعلى المنصور والكندي والترك والروم، وخرج وصار إلى العراق، ثم يطلع القرن ذي الشفاء، فعند ذلك هلاك عبد الله، ويخلع المخلوع، وينسب إلى أقوام في مدينة الزوراء على جهل، فيظهر الأخوض على مدينة عنوة، فيقتل بها مقتلة عظيمة، ويقتل 6 أجبش من آل العباس، ويذبح فيها ذبحا صبرا، ثم يخرج إلى الكوفة. الحديث إسناده قوي. الحديث رقم 891 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عبر السفياني الفرات وبلغ موضعا يقال له عاقر قوفا، محى الله تعالى الإيمان من قلبه، فيقتل بها إلى نهر يقال له الدجيل 70,000 متقلدين سيوفا محلاه، وما سواهم أكثر، فيظهرون على بيت الذهب، فيقتلون المقاتلة والأبطال، ويبقرون بطون النساء، يقولون: لعلها حبلى بغلام، وتستغيث نسوة من قريش على شط الدجلة إلى المارة من أهل السفن، يطلبن إليهم أن يحملوهن حتى يلقهن إلى الناس، فلا يحملوهن بغضا لبني هاشم، فلا تبغضوا بني هاشم، فإن منهم نبي الرحمة، ومنهم الطيار في الجنة. فأما النساء فإذا جنهم الليل أوين إلى أغورها مكانا مخافة الفساق، ثم يأتيهم المدد من النصرة حتى يستنقذوا ما مع السفياني من الذرار والنساء من بغداد والكوفة. حديث ضعيف جدا. الحديث رقم 892 عن ابن عباس أن حذيفة رضي الله عنه قال: لينزلن رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله على نهر من أنهار المشرق، تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما، فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع مدتهم، بعث الله على إحديهما ليلا نارا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما يكون إلا بياض يومها، حتى يجمع الله فيها كل جبار عنيد، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا، فذلك قوله عز وجل: حاميم عين سين قاف الشورى، عزيمة من الله وقضاء،
والعين عذاب، والسين يقول سيكون قذف واقع بهما، يعني المدينتين. إسناده ضعيف. حديث رقم 893 عن عبد الرحمن بن غنم قال: توشك أمتين أن تقعدان على ثفال رحى يطحنان، يخسف بأحديهما والأخرى تنظر، وسيكون حيان متجاوران، يشق بينهما نهر يسقيان منه جميعا، يقتبس بعضهم من بعض، فيصبحان يوما من الأيام قد خسف بأحديهما والأخرى تنظر. إسناده ضعيف. الحديث رقم 194 عن عبيد بن عمير عن حذيفة أنه سئل عن حاميم عين سين قاف الآية واحد سورة الشورى، فقال حذيفة: العين عذاب، والسين السنة والمجاعة، والقاف قوم يقذفون في آخر الزمان. فقال له عمر رضي الله عنه: ممن هم؟ قال: من ولد العباس في مدينة يقال لها الزوراء، وتقتل فيها مقتلة عظيمة، وعليهم تقوم الساعة. فقال ابن عباس: ليس ذلك فينا، ولكن القاف قذف وخسف يكون. قال عمر لحذيفة: أما أنت فقد أصبت التفسير، وأصاب ابن عباس المعنى. فأصاب ابن عباس الحمى حتى عاده عمر وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمع من حذيفة. إسناده ضعيف جدا. الحديث رقم 395 عن أبان ابن الوليد أن عقبة ابن أبي معيط سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: يخرج السفياني فيقاتل حتى يوقر بطن النساء ويغلي الأطفال في المراجل. إسناده ضعيف. الحديث رقم 896 عن أرطاة عن تبيعن عن كعب قال: يزبي نساء بني العباس حتى يوردهن قرى دمشق. إسناده جيد. الحديث رقم 897 عن أرطأة قال: إذا بنيت مدينة على الفرات فهو النقف والنقاف، وإذا بنيت مدينة على 6 أميال من دمشق فتحزموا للملاحم. إسناده جيد. أما عن دخول السفياني وأصحابه الكوفة، انتظروني بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع الفتن لنعيم ابن حماد، ومع الفصل رقم 36 من الجزء الرابع بعنوان: دخول السفياني وأصحابه الكوفة. الحديث رقم 898 عن كعب قال: الكوفة آمنة من الخراب حتى تخرب مصر. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 899 قال الحكم في حديث عن صفوان قال: حدثني من سمع كعبا يقول: تعرك الكوفة عرك الأديم، ثم الملحمة العظمى بعد الكوفة. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 900 حدثنا الحكم ابن نافع عن جراح عن أرطأة قال: يدخل السفياني الكوفة فيزبيها 3 أيام، ويقتل من أهلها 60 ألفا، ثم ينقص فيها 18 ليلة، يقسم أموالها. ودخوله الكوفة بعدما يقاتل الترك والروم بقريقساء، ثم ينفطق عليهم خلفهم فتق، فترجع طائفة منهم إلى خراسان فتقبل خيل السفياني ويهدم الحصون حتى يدخلوا الكوفة ويطلبوا أهل خراسان، ويظهروا بخراسان قوم يدعون إلى المهدي، ثم يبعث السفياني إلى المدينة فيأخذوا قوما من آل محمد حتى يرد بهم الكوفة، ثم يخرج المهدي ومنصور من الكوفة هاربين، ويبعث السفياني في طلبهما. فإذا بلغ المهدي ومنصور مكة نزل جيش السفياني فيخسف بهم، ثم يخرج المهدي حتى يمر بالمدينة فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم، وتقبل الرايات السود حتى تنزل على الماء،
فيبلغوا من بالكوفة من أصحاب السفياني نزلهم فيهربون، ثم ينزلوا الكوفة حتى يستنقذوا من فيها من بني هاشم، ويخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم العصب، ليس معهم سلاح إلا القليل، وفيهم نفر من أهل البصرة، فيدركون أصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة، وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي. الحديث إسناده صحيح. أما عن الرايات السود للمهدي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين أصحاب السفياني والعباسي، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدت لحضراتكم مع كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، الجزء الرابع، الفصل رقم 37، بعنوان الرايات السود للمهدي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين أصحاب السفياني والعباس. الحديث رقم 901، عن محمد ابن الحنفية قال: تخرج راية سوداء لبني العباس، ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء، قلانيسهم أسود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب ابن صالح ابن شعيب من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزلوا بيت المقدس ويوطئ للمهدي سلطانه، ويمد إليه 300 من الشام يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي 72 شهرا. إسناده ضعيف. الحديث رقم 902، عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء فتية من بني هاشم فتغير لونه، فقلنا: يا رسول الله، ما نزل نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريضا وتشريدا، حتى يأتي قوم منها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود، يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثا، فيقاتلون فينصرون، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلوها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملأها عدلا كما ملؤوها ظلما، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي. حديث ضعيف. الحديث رقم 903، عن أبي قلابة عن ثوبان قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. إسناده ضعيف. الحديث رقم 904، عن الحسن قال: يخرج بري رجل ربعه أسمر مولى لبني تميم، كوسج يقال له شعيب ابن صالح، في 4000، ثيابهم بيض وراياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي، لا يلقاه أحد إلا فله. إسناده ضعيف. الحديث رقم 905، عن أبي رومان وأبي ثابت عن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي في 9 رايات، يعني بمكة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 906، عن ابن أبي زرير عن عمار بن ياسر قال: المهدي على لوائه شعيب ابن صالح. إسناده ضعيف. الحديث رقم 907، عن ربيعة بن سيف عن تبين قال: تخرج الرايات السود من خراسان مع قوم ضعفاء يجتمعون، يؤيدهم الله بنصره، ثم يخرج أهل المغرب على إثر ذلك. إسناده ضعيف. الحديث رقم 908، عن أبي جعفر قال: يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى، قال: من خراسان برايات سود،
بين يديه شعيب ابن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 909 عن سفيان الكلبي قال: يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن خفيف اللحية أصفر، ولم يذكر الوليد أصفر، لو قاتل الجبال لهزها، وقال الوليد لهدها حتى ينزلوا إلياء. إسناده ضعيف. الحديث رقم 910 عن تبين عن كعب قال: إذا ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي والمصري وسبى أهل الشام قبائل من مصر، وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي. إسناده ضعيف. الحديث 911 قال أبو قبيل: يكون بإفريقية أميرا 12 سنة، ثم يكون بعده فتنة، ثم يملك رجل أسمر يملأها عدلا، ثم يسير إلى المهدي فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 912 عن عتبة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بلاء يلقاه أهل بيته حيث يبعث الله راية من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، حتى يأتي رجلا اسمه كاسمي فيوليه أمرهم فيؤيده الله وينصره. إسناده ضعيف. الحديث رقم 913 عن عمرو بن مر الجملي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتخرجن من خراسان راية سوداء حتى تربط خيولها بهذا الزيتون الذي بين بيت لهيا وحرستا. قلنا: ما بين هاتين زيتونة؟ قال: سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها أهل تلك الراية فتربط خيولها بها. إسناده ضعيف. الحديث رقم 914 قال عبد الله بن آدم: وحدثت بهذا الحديث عبد الرحمن بن سلمان فقال: إنما ربط بها أهل الراية السوداء الثانية التي تخرج على الراية الأولى، فإذا نزلوها خرج عليهم خارجي من أهل هذه، فلا يجد من أهل الراية الأولى إلا مختفيا فيهزمهم. إسناده ضعيف. الحديث رقم 915 عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من المشرق رايات سود بني العباس، ثم يمكثون ما شاء الله، ثم تخرج رايات سود صغار تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهدي. إسناده ضعيف. الحديث رقم 916 عن أبي رومان عن علي قال: تخرج رايات سود تقاتل السفياني، فيهم شاب من بني هاشم في كتفه اليسرى، قال: وعلى مقدمتهم رجل من بني تميم يدعى شعيب بن صالح فيهزم أصحابه. إسناده ضعيف. الحديث رقم 917 عن عمار بن ياسر قال: إذا بلغ السفياني الكوفة وقتل أعوان آل محمد خرج المهدي على لوائه شعيب ابن صالح. إسناده ضعيف. الحديث رقم 918 عن جابر عن أبي جعفر قال: تنزل الرايات السود حتى تخرج من خراسان الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة بعث إليه بالبيعة. إسناده ضعيف. الحديث رقم 919 عن أرطأة عن تبين عن كعب قال: إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات السود خيولهم بزيتون الشام، ويهلك الله لهم الأصهب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم، حتى لا بقى أموي منهم إلا هارب أو مختفي، يسقط السعفتان بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة الشام، فهو علامة خروج المهدي. إسناده قوي. الحديث رقم 930 عن أبي شوذب قال: كنت عند الحسن
فذكرنا حمص فقال: هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية. قال: فقلنا: وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ قال: أبو الطهوي يخرج من قبل المشرق في 80 ألفا محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمان من الحب. بوار المسودة الأولى على أيديهم. إسناده حسن. أما عن أول انتقاد أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وما يكون بينهما من الوقائع حتى تبلغ خيل السفياني المشرق، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لحضراتكم مع الفصل الأخير في الجزء الرابع من كتاب الفتن لأبي نعيم ابن حماد، الفصل بعنوان أول انتقاد أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وما يكون بينهما من الوقائع حتى تبلغ خيل السفياني المشرق. الحديث رقم 921 عن أبي رومان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي، فيلتقي هو والهاشمي برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب استخر، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، تظهر الرايات السود وتهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 922 والأخير في هذا الباب عن جابر عن أبي جعفر قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد، فيبلغه فرعه من وراء النهر من أهل خراسان، فتقبل أهل المشرق عليهم قتلا يذهب نجيهم، فإذا بلغه ذلك بعث جيشا عظيما إلى أصطخر عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة بقمص ووقعة بدولات الري ووقعة بتخوم زرنج، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، وعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان على جميع الناس شاب من بني هاشم بكفه اليمنى، قال: يسهل الله أمره وطريقه، ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان، ويسير الهاشمي في طريق الري، فيسرج رجل من بني تميم من الموالي يقال له شعيب ابن صالح إلى أصطخر إلى الأموي، فيلتقي هو والمهدي والهاشمي بيضاء أصطخر، فتكون بينهما ملحمة عظيمة، عليهم رجل من بني عدي، فيظهر الله أنصاره وجنوده، ثم تكون وقعة بالمدائن بعد وقعتي الري، وفي عاق الكوفة وقعة سليمية يخبر عنها كل ناج، ثم يكون بعدما ذبح عظيم ببابل ووقعة في أرض من أرض نصيبين، ثم يخرج على الأخص قوم من سوادهم وهم العصب عامتهم من الكوفة والبصرة، عامتهم من الكوفة والبصرة حتى يستنقذوا ما في أيديه من سبي كوفان. إسناده ضعيف. آخر الجزء الرابع من الأصل يتلوه الجزء الخامس. إلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.